حديث البلد مع ملحم زين. يا حبيب بيك يا قلب أمك يا علي يا علي، يا رب العلي تحرسني علي تكبر لعلي. مساء الخير ملحم زين، واهلا وسهلا فيك بحديث البلد. الله يخليك. دخلناك على اغنيه علي ابنك الله يخليك، لانه الله يخليك. بس اتصلت فيك انا هيدي الغنيه اللي بدي، هيدي الرنه عندك عزيزه على قلبك هالغنيه. أكيد. غير شكل اكيد. ملحم زين او ابو علي، انت مطرب لبناني معروف من حوالي 9 سنين، قدرت بفضل صوتك وشخصيتك وحسن اختيارك للاغاني تصير ستار بلبنان والعالم العربي، وانت ضيفنا الليله بحديث البلد بعد ما اصدرت البومك الاخير ملحم زين 2012. نعم. بس قبل ما احكي، يعني قد ايه عم تتعذبوا بطاوله الحوار جان اوغاسابيون؟ مش قد ما تعذبنا حتى يجي ملحم زين لعنا واخذت معنا اخذ وعطى. ليش عم تتدلع علينا يا ملحم؟ بحق لي، بعرف بتحبوني. ايه بعرف، ما هو عارف الحبيب ومكانه مقامه فتدلل. فتدلل. لا بس لي الشرف طبعا. اهلا وسهلا. الله يخلي لي اياك. جان اوغاسابيون، قبل ما نكفي خلينا سوا نسمع باقه من اجمل اغاني ملحم زين بهالميوزك ستوري. انتي مشيتي وبكيت الوردي، باب الهنا ضيعت مفتاحه، الا حنيني ما بقى عندي، كمشة امل عبايبك راحوا، شم شم ضم ضم ولا اشبع زورك وتجي الحنة.
بترجاك بترجاك يعني ولا كلمة في حافظة الدرس مزبوط بس مش للحلقة من قبل حافظتهم عن جد كل الأغاني اللي مرقوا بالميوزك ستوري بحبهم بس في غيبي يا شمس هيك إلى هيك ما بعرف حتى كورين أي معزة خاصة بدي بدي اسمعها منك بليز أو غيبي يا شمس غيبي هو بالكيبة ورايد حبيبي هو الله يقطع نصيبه هو يلقى على ابن نصيبي هو غيبي يا شمس غيبي يما هو بالكيبة ورايد حبيبي ملحم ألبومك الجديد بيتضمن 14 أغنية منوعة بين الطرب الشعبي والفولكلور خمسة منها من كلمات فارس اسكندر وألحان سليم سلامة ملحم الليلة معنا أجدد ألبوماتك يلي ديانيك من دينا ملحم زين بعرضك لا 2012 ألبوم جديد لملحم زين بيتضمن 14 أغنية من إنتاج روتانا وموجود اليوم بالأسواق أبو علي شو بدك تسمعنا من هالألبوم الليلي؟ أبو علي شو بده يسمعنا غير رصاص هلأ إذا أعطيتي له أبو علي؟ يا عمي شو بك أنت في طابور شو خامس؟ أبو علي؟ شو أبو علي يعني أبو علي يعني شيخ الأبضيات شو أبو علي؟ ما هو يعني شيخ الأبضيات دغري بخرطش ما هو شيخ الأبضيات إيه سمعنا دربين ما عاد بديك 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 ساعدني بترجاك بترجاك خليني شوفك ظالم بطل بعيني ملاك بكيني من جرحك إلي دمو علي اضحاك علمني جيب من الضعف قوي تأتحداك الله من كلمات من كلمات وألحان مين هالأغنية؟ سليم سلامة وفارس اسكندر هيدي من يعني انتاج الديو يعني مؤخرا كان عندك حفله بقطر وكل اعضاء فرقتك حصلوا على الفيزا ما عداك انت شو اللي معقول يخلي دوله مثل قطر تاخذ موقف من ملحم زين والله انا مش عارف يعني الغريب بالموضوع قطر اول شيء انا ما تعرضت لا لقطر ولا لحكام قطر وما تعرضت لحدا يعني ما فيش اي حتى كنت مؤخرا عم تحي من 4 أشهر او من 5 أشهر عشان يكون على وجه التحديد يعني كنا بمهرجان للحكومه القطريه اللي هو نعم. مهرجان سوق واقف اسمه بيعملوه بشارع بقطر كانت الحكومه هي المشرفه عليه وطلعنا غنينا واخذنا فيزا وبعدين نطلع على قطر حبايبنا بقطر وبنطلع يعني ما بعرف شو السبب هل في ما بعرف ملحم عم ينحكى عن دزة يعني ورا هيدي الشغلة قديش مزبوطة القصة؟ الواضح هيك يعني بصراحة لأنه أنه من 4 أشهر تكون أنت بمهرجان للحكومة أو للدولة القطرية نعم. وهي عم تنظمه وبعد 4-5 أشهر تمنع من قطر بالوقت اللي ما صار أي تصريح مني لا ضد قطر ولا ضد القطريين ولا ضد حدا نعم أكيد في بمين بتشك؟ في حدا بتشك فيه؟ إن بعض ظني أثم ما بيقوله وإن بعض الشك يقين ما بديش يعني في اكيد في اسماء براسي بس ما بديش احط على حدا اسماء نقطة يعني. سياسيه فنيه اقتصاديه هيك وهيك يعني حدا استعمل حدا لحتى بس انه اساس الدزه من اي يعني من اي محيط جاي محيط فني محيط سياسي على الارجح فني طبعا فني على الارجح فني
شو رأيك بهالموضوع؟ أنه اليوم مطرب يمنع من أنه يدخل يعني دولة عربية شقيقة كلنا منحبها يعني. نتمنى يعني أبعاد السياسي عن الفن. صحيح. وبنفس الوقت المنافسة تكون شريفة. بعدني كنت عم بحكي قبل شوي يعني أي منافسة مفروض تكون شريفة مبنية على قدرات الإنسان. إذا حدا بده ينافسه للأستاذ ملحم بيكون بالغنى بالطرب بالصوت. بالأداء مش نعم. مش بالأذية وقطع الطريق. قطع الطريق يعني هذا أمر بالمبدأ مرفوض هالنوع من التنافس. نعم. ملحم زين ليش استفزتك أصالة لما قالت إنه ثقتها بلبنان مهزوزة؟ فتنا على الدسم هلا. يلا روح خبرنا. هي ما قالت ثقتها بلبنان مهزوزة سوري. هي قالت انه في انه لبنان اللي بيته من بلور ما بيرمي بحجار الناس. قصدها على يمكن موقف لبنان السياسي تجاه سوريا يعني. عم توصل رسائل معينه على المسرح. اكيد استفزتني. انا لبناني بالنهايه يعني ما فينيش اسكت يعني. اذا بعدين انا ما رديت بشكل قاسي. انا قلت له لبنان رفع راس العرب ورفع يعني نحن ما فيك تزيد علينا. هي عم تقول انه لازم ناخذ موقف غير هيك وكذا. وقال 100 معارض سوري ماتوا بلبنان. قلت له ما حدا شاف 100 معارض سوري ماتوا بلبنان يعني الا اذا انت سمعاني فيهم لحالك يعني. في كم واحد اختفوا هلا بس ماتوا ما بعرف اختفوا وين. انا ما سمعتش في حدا اختفى. لا في معارضين عم يطلعوا على التلفزيون. دكتور ميكي كان هونيك وقتها وخفي هون وما حدا زحمان. دكتور ميكي ساحر ايه. ملحم عرفت مين كان وراء اشاعه لا سمح الله وفاتك باستراليا من حوالي الشهر؟ مش اشياء مضبوطة بس هو جاي يعمل حلقة وراجع بعد الشهر. ما قدرنا نعرف صراحة ست منى لأنه بيعطينا على البي بي ام وما قدرنا نعرف مين. ما قدرنا نحصر مين بالضبط. بس بعدنا عم نحكي مع الوزير عم يحكي على موضوع المنافسة يعني كمان برضو نضل ضمن إطار المنافسة الفنية والشريفة. يعني واحد لا ياخذ من دربك شغل كذا بقول سافر بقول مريض بقول بموتك يعني معقول اشلاء وما اشلاء وصلت اشلاء لا شو هالحكي والله العظيم يعني شيء غريب. ولو ما يعني انا عندي اهلي اللي عامل هالشغل يفكر انه امك لو ما اعطي خبر لاهلي مسبقا انه اجت هي 3 الصبح على تليفوني انه ملحم عرفت فيها انت قبل اهلك فاتوا على فاتوا على السويت تبعه وصفوه ما بعرف شو سالفه طويله عريضه. دقيت لأمي فيقت 3 الصبح قلت لها إذا سمعتي خبرية بكرة الصبح ما تنقزي وكذا رح يصفون المهم عمار بإيد الله بالنهاية. الله يطول بعمرك عن جد خليك بصحتك عمر طويل. ملحم من شهرين ونص رزقت ببنوت حلوة كتير سميتها فاطمة. رح تعمل لها اغنيه لفاطمه مثل ما عملت له اغنيه لعلي؟ لا والله علي بس كفيها الله. ليه فاطمه بيطلع يعني على يعني ما بديش الموضوع لانه بكره بيجينا حسين بصير بده غنيه كمان. معلش الله بيزيده اذا كل الاغاني هيك حلوه ساعتها بتغني للعائله بس. اذا كلهم حلوين مثل اغنيه علي لازم يصير بتعمل البوم 12 غنيه. انا ناوي على 12 ساعتها الله يسلمك بيتفرغ للعائله ما عاد في مجالات بكره. ايه مثل عم بقول له ميشيل المدام كمان بتحب العائله الكبيره. ايه اكيد يلا ان شاء الله نحن متفقين عليهم 12 هلا شو بجد معنا بعدين لنشوف شو ان شاء الله يا رب. العائله الكبيره ما في احلى منها. انا ربيت بعائله كبيره عيداك بحب العائله الكبيره. قديش اسم الله؟ نحن خلي خبرك شغلي. اول شيء جدي ملحم وستي جايبين 22 ولد. يخزي العين يعني من زيت ستي يعني مش جدي وستي من زوجي وحده. جدك قاعد بالبيت كان مش عم يشتغل يعني 22 بطن. امي 14. كلهم عاشوا ملحم؟ لا في مثلا في عندي عم توفى شهيد في بس انه كبروا يعني. لا كبروا ايه موجودين يعني. الله يخليهم الله يخلي العين. بدنا ملحم نودي تحية كبيرة لمدامتك كمان من خلال حديث البلد. ولا انتبهي كثير منيح لصحتك لأنه ملحم ناوي على عائلة كبيرة حتى يطلعوا كلهم ناوي على فريق فوتبول. على فريق فوتبول. الله الله يحميهم. ملحم المهم يكون في احتياط كمان صيروا فوق 12
ملحم زين، مع انه حكينا كله حقائق كل الوقت، بس رح نعمل لك ملحم زين وانترفيو. اعتبر 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 ملحم، اعتبر كان عندك حفلة وقالوا لك في حجز 50 شخص بس تلغي بتغني له. برافو، عرف انه شو السؤال قبل ما تكفي، قال لك بغني قبل ما تقولي له بتلغي. اي عارف انه شو معقول اساله ورا المعلومة. صايره كثير هي، قال انه صايره معه. بس هي ما رح لا ما رح تصير. اعتبر كله تفويل عم بفول الليله، عم بفول كل الليل. اعتبر انه طلب منك تترشح للانتخابات النيابيه، بتقبل؟ شغل مش عيب. ما حبيت اقولها انا كنت. انا من النوع بحب السياسه، بحب اشتغل سياسي، بس بلبنان صعب السياسي شوي يعني، بيعرف معالي الوزير صعب كثير مش شوي، صحيح بفوت بنفق واحد بالتالي يعني طبعا العريق. بس بحب السياسه يعني معقوله وارده شي نهار. اعتبر انه كان في مشكله بالتسجيل ولازم هلا نعيد من اول وجديد هلا بالحلقه. ايه شو كنت بتعمل؟ بنعيد منعيد وبلا نكت مشان بلا نكت بيلتغوا كلهم سوا اذا عدنا. ايه خلينا نعيدك. بليز فينا نعيد. لا لا فيني فل. لا خليني فل. هيك 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 تعود على هيك تعود. يحمل حاله ويفل. حبيبي حبيبي. اعتبر انت فايل من هون وبالاسانسير طلعت وجه بوجه مع الدكتور جمال فياض، شو بتعمل؟ بوصي خاطري هيك. هلا بالوضع اللي نحن فيه يعني ما بسلم. ما بسلم؟ بس هو عبر لك عن محبته بحديث وأنا البلد. بحبه. بس حق أبو مجد؟ ما بدناش نقول الحق أبو مجد لأنه هو أوريدي زعلان إنه أنا عم بحكي إنه الحق علي اللي على المشكلة صارت بقطر، بس صار في شيء بقطر ما كان لازم يصير يعني، أنا كنت قايم بكل نية طيبة سلم. وعرف الدكتور جمال هذا الموضوع وانا فعليا قايم سلم بكل نيه صادقه وقالوا له هيك. اكيد صار شيء لصار مشكله يعني، انا مش مجنون يعني لاقرب على الطاوله دغري بلش قتل بالعالم يعني. صار شيء طمن بالك جربوا يعني هلا لانه قد ايه انت جربوا يعطوني استفزيته، جرب يعطوني نصايح بالعلن والنصيحه بالعلن بتصير مذمه بتبطل نصيحه. على كل حال مثل ما قلت لك دكتور جمال عبر وانت قلت انك بتحبه، فبعتقد بيقربني دكتور جمال على فكره، في قرابه يعني، وقال بحب صوتك كثير كمان وانا بحب صوتك. بحب صوته. الصحافه له صوت كمان، اهم شيء صوت الصحافه، صوت الذين لا صوت لهم. هيدي التفريغ شفتها لساندرين على الفوطة؟ ايه شفتها. شفتها والأرز اللبنانية وحمامة السلام وكل شيء. ساندرين مكتوب على كارتك ملحم؟ من بيروت إلى شمستار لديك 30 ثانية، اختر طريقا وعدد القرى التي تمر بها. منيحة منيحة. يلا نطلع من هون. حازمية جمهور فيضية مش هي؟ علي علي بحمدون أو يعني صوفر أو بحمدون حسب. ظهر البيدر مش هيك؟ المريجات المدايرج مكسي شتورة سعد نايل زحلي أبلح بدنايل مش مصطر. حلو يعني من خلال ملحم زين الليلة تحية كتير 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 كبيرة لكل أهل البقاع من بيروت لشمصطر.